السلام عليكم أبنائي وأعزائي الطلاب، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله على السلامة. إن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم وعلى أسركم وعلى بلدنا كلها. إن شاء الله إحنا بدأنا منهج علم النفس وخلصنا جزء منه، وزي ما اتفقنا هنبدأ نتناول مع بعض الأسئلة. والسنة دي هي سنة بتاعت الطلاب مش بتاعت المدرسين، اسألونا في حاجات كتير، في تطبيقات كتير هنعملها مع بعضنا. إن شاء الله تكون سنة فيها تعاون بيننا وبين بعضنا، كله هيكون في صالحكم طبعا. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض في الجزء الثاني من منهجنا، وهو علم الاجتماع. سمعنا كتير عن علم النفس وعلم الاجتماع، خدنا نبذة بسيطة عن علم النفس اللي هو بيتلخص في كلمتين، هو علم السلوك ردا على مختلف المنبهات، يعني سلوكياتنا اللي يتحكم عليها انها صحيحة او خاطئة من خلال عادات وتقاليد وقوانين واعراف المجتمع هيبتدي يتحكم على سلوكياتنا. النهاردة بقى نتكلم على ان السلوكيات دي هيتحكم عليها انها صحيحة او غير صحيحة من خلال المجتمع. يبقى كان لابد ان يشترك علم النفس في جزء اخر مرتبط بيه، وهو المجتمع، لان سلوكياتنا مرتبطة بالمجتمع، والمجتمع مش هيظهر مش هيكون له تواجد الا بوجود الانسان وسلوكياته. طيب النهاردة بنتكلم على تعريف علم الاجتماع. هناخد مقدمة عن علم الاجتماع، ويوضح لنا ان يعد العلامة عبد الرحمن ابن خلدون هو مؤسس علم الاجتماع. هو ما قالش علم الاجتماع بصفة خاصة، هو قال علم العمران البشري اللي تسمى بعد كده ب500 سنة واكتر باسم علم الاجتماع. فبيقول لي كده يعد أوغست كونت هو اول عالم قال كلمة سوسيولوجي او كلمة علم الاجتماع. وسوسيولوجي دي كلمة مقسمة من مقطعين، سوسيو او سوسايتي اللي هو معنى مجتمع، ولوج بمعنى علم. يبقى علم المجتمع او علم الاجتماع هو الدراسة العلمية للمجتمع، ندرس المجتمع ونشوف سلبياته وايجابياته، عاداته وتقاليده وافكاره وثقافته، انماط التغير اللي فيه، انماط الثبات والعادات والتقاليد والقيم اللي فيه، وازاي ممكن تتغير للاحسن وهكذا. هنبدأ نتكلم على، طيب تاني حاجة نتكلم عليها هو تعريف علم الاجتماع. علم الاجتماع هو بيقول لي كده، له تعريفات كتير لكن ده أشهر التعريفات. علم الاجتماع هو العلم الذي يدرس المجتمع دراسة علمية بهدف التوصل إلى القوانين الحاكمة لنظامه وتغيره ومشكلاته، بهدف أو باستخدام المنهج العلمي السليم. يبقى علم الاجتماع هو الدراسة العلمية، مش الدراسة العشوائية، مش الدراسة البدائية، لا ده الدراسة العلمية. ولما نقول الدراسة العلمية يعني هنبدأ بالملاحظة ثم التجارب ثم الافتراضات إلى أن نصل إلى قوانين تساعدنا على التحكم في ظروف المجتمع أو مشكلات المجتمع أو ظواهر المجتمع. يبقى هنقول علم الاجتماع هو بيقول لي كده هو علم دراسة المجتمع، دراسة علمية من أجل التعرف على القوانين الحاكمة له ولنظامه ومشكلاته وحل مشكلاته باستخدام المنهج العلمي السليم. طيب يعني ايه؟ قلنا تاني ايه أهمية استخدام المنهج العلمي. استخدام المنهج العلمي عشان اقدر افهم الظواهر الاجتماعية اللي موجودة في المجتمع، المشكلات الاجتماعية اقدر اوصفها، اقدر افسرها، اقدر اتنبأ بحجمها في المستقبل عشان اقدر اتحكم فيها. ما انا شغلتي في علم الاجتماع هو التعرف على المشكلات الاجتماعية والظواهر الاجتماعية وارتباط الظواهر دي بعضها ببعض، وابدأ اتنبأ بهذه الظاهرة بحجمها في المستقبل، ثم ابدأ في التحكم او حل هذه المشكلات باستخدام طبعا زي ما اتفقنا المنهج العلمي. طيب هنبدأ نتكلم على عن أهمية استخدام المنهج العلمي في حياتنا في علم الاجتماع. هلاقيه بيتكلم على 3 أهداف. أول حاجة وصف الظاهرة السلوكية، وصف خدناها الظاهرة السلوكية في علم النفس، هنا بناخد وصف الظواهر الاجتماعية. طيب يعني ايه وصف؟
وصف يعني معرفة خصائص الظواهر الطبيعية، معرفة نشأة الظاهرة، معرفة حجمها في المجتمع. يعني مثلا مشكلة الزيادة السكانية أو مشكلة العنف في المجتمع أو مشكلة البطالة في المجتمع. ليه امتى ظهر العنف في المجتمع أو في المدارس؟ ايه سببه؟ موجود فين؟ حجمه قد ايه؟ كل ده مش هعرفه إلا من خلال وصف الظاهرة الاجتماعية. ولما هوصف الظاهرة الاجتماعية زي مثلا أوصف حجم ونشأة الظاهرة الاجتماعية زي البطالة، كده أنا وصلت إلى الوصف. طيب نيجي بقى المرتبة أعلى وهي التفسير. تاني حاجة تفسير حدوث الظواهر. يعني إيه تفسير؟ يعني إن أنا أبدأ أبحث عن أسباب والعوامل التي أدت إلى حدوث الظاهرة. مش كفاية ظاهرة البطالة أقدر أوصفها أو أعرف حجمها أو خصائصها، لا، أنا ومدى انتشارها في المجتمع، موجودة فين أكتر، في الأماكن الراقية ولا الأماكن العشوائية، في المدن ولا القرى ولا المحافظات أكتر، ولا 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 أبدأ أعرف خصائصها ومدى انتشارها وحجمها. مش كفاية عشان أحلها، مش كفاية أن أنا أبقى عارف هذه الخصائص، عشان أفكر في حلها لابد أن أنا أعرف إيه الأسباب والعوامل التي أدت إلى حدوث هذه الظاهرة. يبقى تفسير بيقصد به هو معرفة الأسباب والعوامل التي أدت إلى حدوث هذه الظاهرة. فمثلا ظاهرة البطالة لابد من معرفة أسباب انتشارها، وكمان مرتبطة بإيه؟ إيه الظروف الاقتصادية والسياسية المرتبطة بظاهرة البطالة؟ لازم أتعرف على ارتباط ظاهرة البطالة بالظروف الاقتصادية والظروف السياسية المرتبطة بها في المجتمع عشان يسهل وضع حلول لحل هذه المشكلة. ثالث حاجة التنبؤ بحدوث الظاهرة. ما هو معرفتي بخصائص الظاهرة وحجمها ومدى انتشارها حيث، وكمان معرفة الأسباب والعوامل التي أدت إلى حدوث هذه الظاهرة، هيساعدني على التنبؤ بما سيحدث لهذه المشكلة في المستقبل. يعني المشكلة دي هتزيد ولا هتقل؟ طيب إيه الآثار المترتبة على زيادتها أو قلتها؟ فإحنا لو تنبأنا أن نسبة البطالة بترتفع بعد معرفتي بخصائصها ومدى حجمها وانتشارها، وعرفت الأسباب والعوامل التي أدت إليها والظروف المرتبطة كمان بيها، قدرت أتنبأ أن حجم هذه المشكلة هيزيد في المستقبل. ياه، هيزيد يعني في مشكلات ناتجة عن هذه الزيادة. يبقى هتنبأ بزيادة الجريمة، بزيادة نسبة ارتفاع سن الزواج، هتنبأ بازدياد نسبة العنف في المجتمع، هتنبأ بازدياد نسبة الطلاق في المجتمع، وهكذا. يبقى الكويس ان انا مش هستنى، علم الاجتماع بقى هيساعدني ان انا مش هستنى ان انا اصل الى هذه المشكلات الناتجة عن البطالة، لا، هفكر مبكرا في حل هذه المشكلة، نبدأ نضع لها حلول. طبعا الساسة بقى والحكومة هتبدأ في وضع حلول لهذه المشكلة. يبقى احنا تمكننا من حل مشكلة البطالة وما يترتب ايه عليها من اثر. طيب علم الاجتماع يا ولاد احنا النهاردة بنتعرف عليه، ايه اهميته في حياتنا؟ حلو قوي. علم الاجتماع له اهداف واهمية بتكمن فين؟ بتكمن في واحد بيقول لي كده، بيدينا الحصول على صورة واضحة عن المجتمع. دراسة العلم الاجتماع هتعرفني الحياة الاجتماعية، العشوائيات، المدن، المحافظات، القرى، العادات والتقاليد، هتديني صورة واضحة. ما بقاش عايش وسط أسرة ولا حي ولا منطقة منفصلة، لا، ده هيخليني أعرف كل اللي بيحصل في المجتمع بتاعي. كمان بيساعدنا على فهم أنماط التغير في العالم. ما احنا الحمد لله عدينا على مرحلة بتسمى الربيع العربي. طيب هل الربيع العربي ده وما حدث فيه من تغيرات، هل ده سلبي ولا إيجابي؟ وإيجابي بدرجة كام أو سلبي بدرجة كام؟ هيساعدنا على التنبؤ كمان بما سيحدث في المستقبل للدول العربية مثلا أو على مستوى العالم. يبقى علم الاجتماع هيساعدني على فهم أنماط التغير في العالم والتنبؤ بما، والقدرة على التنبؤ بما سيحدث مستقبلا. كمان هيساعدني على يديني أو تحصيل قدر كافي من المعلومات عن العمليات الاجتماعية.
الكلمة دي إن شاء الله هناخدها في جزء كبير في الصف الثالث الثانوي. كلمة العمليات الاجتماعية بنعني بها التنافس، التكيف، الصراع، التعاون. يبقى علم دراسة العلم الاجتماع هتساعدني على حصولي على معلومات كافية عن مدى العمليات الاجتماعية في المجتمع، عن مدى التعاون والتكيف والانتماء والتنافس والصراع. هيقدر يعني هعرف من خلاله. كمان هيساعدني على المساهمة في تطوير وسائل وأساليب حل المشكلات. واحنا العلماء السابقين والمهتمين السابقين والاجتماعيين السابقين كانوا بيحطولنا وسائل وأساليب لحل المشكلات. طيب احنا هنفضل على هذه الأساليب والوسائل لفترات طويلة من الزمن؟ هل اللي يصلح لحل مشاكلي من 20 سنة هو اللي يصلح النهاردة؟ هل اللي كان يصلح لحل مشاكل من 50 سنة الأساليب أو الوسائل القديمة دي هل هي اللي هتحل المشاكل النهاردة؟ ولا كان لابد من تطوير هذه الوسائل؟ يبقى علم الاجتماع بيساعدني على تطوير هذه الوسائل والأساليب اللي بتساعدنا على حل مشكلات المجتمع. 5، تأهيل الفرد نفسه للعمل مستقبلا في أحد الفروع الاجتماعية. دراسة العلم الاجتماع هتساعدني على ارتفاع شأني في المهنة اللي أنا هشتغلها، سواء كنت إعلامي، لابد أن أنا أكون عندي فكرة عن علم الاجتماع والمجتمع، إعلامي، صحفي، محامي، في مجال خدمة اجتماعية، ضابط شرطة. ضابط شرطة لازم أكون مدرك المجتمع اللي أنا بخدم فيه أو بشتغل فيه. لازم أفرق ما بين مجتمعات ريفية عن مجتمعات بدوية، عن مجتمع يعني بيشتغلوا مثلا في ارتفاع نسبة في الجريمة عندهم، في مجتمع زراعي، في مجتمع صناعي. لازم أكون دارس المجتمع حتى يسهل لي كرجل شرطة في خدمة الشعب، ماشي، ان انا اكون جدير بالتعامل مع هؤلاء مع اختلاف هوية المجتمع اللي انا عايش فيه. يبقى علم الاجتماع هيساعدني تأهيل الفرد نفسه للعمل مستقبلا في احد هذه الفروع. طول ما انا مذيع ودارس المجتمع كويس هبقى مذيع ناجح او محامي ناجح او ضابط ناجح او مذيع ناجح وهكذا. طيب هنتكلم على وظائف علم الاجتماع. عندي يا شباب وظيفتين لعلم الاجتماع، وظيفة علمية ودي بتعني نقد المنهج العلمي اللي احنا وصلنا له او نقد الجهود اللي بذلت على الصعيدين او على المستويين النظري والمنهجي. ازاي ان احنا ننقد هذه المناهج ونسعى الى تطويرها؟ ما طبيعي جدا علماء الفترة دي غير العلماء السابقين في تعاملهم مع المجتمع، غير تعاملات السابقين. فكان لابد أن يكون علم الاجتماع من أحد من أهم وظائفه هي الوظيفة العلمية اللي بتعني تطوير العلم نفسه والنقد الذاتي لمختلف المجهودات أو الجهود التي بذلت على المستويين المنهجي والنظري بهدف الوصول إلى القوانين الاجتماعية. يبقى الهدف الأساسي من علم الاجتماع هو أن احنا نصل إلى قوانين تحكم الظواهر الاجتماعية، وده طبعا عشان أوصل لهذه القوانين لا يصل إليها العلماء إلا بعد رحلة طويلة في من البحث والدراسة والملاحظة والتجارب والقراءة والاطلاع والمعايشة حتى يصل إلى هذه القوانين. نيجي للوظيفة الثانية وهي وظيفة مجتمعية بيندرج تحتها يعني حاجات فرعية كتير، وظائف فرعية كتير بتساعدني على حل هذه المشكلات. يعني الوظيفة الثانية هي وظيفة مجتمعية، وظيفة خاصة بتطبيق هذه القوانين في حياتنا في حياتنا العملية. سواء بيقولها لي كده هذه المشكلات ممكن تكون هذه المشكلات فئوية، يعني خاصة بفئة معينة، المدرسين مثلا او فئه الضباط او فئه الممرضين او فئه امناء الشرطه او فئه الاطباء. قد تكون هذه القوانين اللي هتساعدنا على حل مشاكل للقطاعات، قطاع مثلا الصحه، قطاع السكن، قطاع التعليم، وممكن تكون كمان مجتمعيه. يبقى ده هيساعدنا على تناول مشكلات اللي عند فئات معينه او في قطاعات معينة أو حتى في مجتمعات معينة.
يعني مجتمعات رأية هتناول مشاكلها وحاول حل هذه المشكلات. في كمان مجتمعات عشوائية ازاي اتناول مشاكلهم وازاي اضع ليها حلول عشان نرتقي ونرتفع بهذه المجتمعات. كده احنا خلصنا نبذة بسيطة عن علم الاجتماع. هنبدأ ان شاء الله نتناول مع بعض الرواد المؤسسون لعلم الاجتماع. انا عندي هنتناول مع بعض ثلاث رواد. اول رائد هو الرائد العربي وهو ابن خلدون. اولا مين هو ابن خلدون؟ احنا بيقول عليه هو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع، وزي ما قلت لكم هو العلم العمراني البشري. طيب ممكن نتعرف على الراجل، على العلامة او الفيلسوف ده؟ بيقول لي كده هو عبد الرحمن ابن خلدون، اتولد في تونس عام 1332، توفى في مصر عام 1406. وده كان قبل ظهور أوجست كونت العالم الفرنسي اللي بيقولوا عليه انه مؤسس علم الاجتماع، وهو اول زي ما اتفقنا اول من اطلق لفظ سوسيولوجي بمعنى علم الاجتماع، لكن بعد ابن خلدون العالم العربي باكتر من 5 قرون او 500 عام ويزيد. طيب ولذلك يعد ابن خلدون المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع. ليه يعتبر مؤسس؟ لان كان منهجه، كان رأيه في علم الاجتماع بيتوافر فيه 3 دعامات. اي علم لابد ان يعتمد على 3 دعامات. اول دعامة هي الموضوع للعلم ده، كمان لابد ان نستخدم منهج في دراسة هذا العلم للوصول لهدف. يبقى كان بيتوافر عند ابن خلدون 1 الموضوع، 2 المنهج، 3 الهدف. طيب ايه العوامل اللي خلت ابن خلدون ابن خلدون؟ ايه اللي خلته جدير بدراستنا له على مر هذه الايه العصور؟ قال لي اولا تأثر باسرته في حب المنصب من جهة وحب العلم من ناحية اخرى. كمان تقلد اعلى مناصب الحكم في عهود كثيرة، يعني في فترات كان وزير، كان قاضي وزي ما اتفقنا توفى في مصر كان قاضي القضاء، كان سفير، كان ملم بالحياة الاجتماعية معايشة لها، وكمان مختلط بالقادة لبلدان كثيرة في العالم العربي. طيب تأثر بأسفاره ورحلاته الكثير في بحوث ودراساته، سافر كتير، درس كتير، عايش كتير، عشان كده معظم دراساته جاءت نتيجة للملاحظة والمعايشة الواقعية. وكان كمان بيتوافر عنده الذكاء وقوة الملاحظة، فساعدته على ان هو يتواصل في الحياة اللي هو بيعيش فيها. طيب كيف اهتدى ابن خلدون الى وجوب قيام علم الاجتماع؟ اهتم ازاي ليه بعلم الاجتماع؟ لانه ارى في التاريخ كتير، فوجد ان الوقائع التاريخية مليئة بالمغالطات، فحاول اصلاح هذه الايه المغالطات، هذه الوقائع التاريخيه ومغالطاتها، بعد تحليلها وبعد تعليل هذه المغالطات حتى وصل الى حاجه اسمها علم، او العلم الجديد وهو علم الاجتماع. طيب دعائم علم العمران، احنا اتفقنا ان هو عنده موضوع. ايه هو الموضوع؟ اكد على ضروره الاجتماع الانساني، لان الانسان مدني بطبعه. يبقى الموضوع عنده ان الانسان لابد ان هو يتكيف، لانه مش ممكن انسان يعيش بمفرده، عشان يشبع حاجاته لابد من تعاون البشر جميعا. يرى ان الظواهر الاجتماعيه اشياء يمكن دراستها، زي ما بندرس الظواهر الحيويه، زي ما بندرس الظواهر الكيميائيه او البيولوجيه وغيرها، ممكن ادرس كمان ظواهر الاجتماعيه، البطاله الاميه، ظواهر اجتماعيه هنتعرف عليهم كمان شويه عند ابن واحد اسمه دوركاي. ولذلك قرر ابن خلدون ان علم الاجتماع البشري وما يصاحبه يجب ان يهتم ان يكون الموضوع علم الاجتماع عنده هو المجتمع اللي احنا عايشين فيه. طب منهجه قايم على 4 نقط. منهجه يعني الطريقه اللي بيستخدمها في البحث. 1، يجب على الباحث عدم قبول اي شيء الا بعد التاكد منه، يعني لازم يكون متاكد من اي معلومه هو هيقولها. كمان ضروره مقارنه ماضي الظاهره بحاضرها، لان المجتمع عنده دائم التغير، فلازم تقارن ما بين الماضي والحاضر. كمان ضروره ملاحظه الظواهر الاجتماعيه ملاحظه دقيقه. عشان نصل في الاخر، هو بيقول لنا كده من خلال منهجه، لازم يا علماء تتوصلوا في الاخر، او ضروره التوصل الى القوانين اللي بتحكم لك هذه الظواهر الاجتماعيه.
أهداف علم العمران عنده، واحد أهداف نظرية وهي الكشف عن طبيعة الظواهر الاجتماعية عشان أقدر أتوصل إلى القوانين اللي بتحكم هذه الظاهرة. كمان أهداف علمية فنية تطبيقية غير مباشرة، وهي الاستفادة بالقوانين اللي احنا وصلنا لها إلى حل هذه المشكلات اللي احنا موجودين فيها. يبقى هم هدفين، هدف نظري مباشر وهي الكشف عن طبيعة هذه الظواهر والتوصل للقوانين الحاكمة لها عشان أقدر أستخدم هذه القوانين بشكل علمي فني تطبيقي، وهي الاستفادة بالقوانين التي تم التوصل إليها. وبكده احنا خلصنا أول رائد من رواد علم الاجتماع. إن شاء الله في المحاضرة التالية هنتناول الشخصيتين التاليتين. أنا اتشرفت بيكم، وإن شاء الله تكون فهمنا حاجة في بداية علم الاجتماع، وإن شاء الله هنتبادل أسئلة فيما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.